تحية لكل مرأة مغربية اللي دخلت لكم هذا الشهر بالصحة والسلامة. مشاهدات قناة للا بلوس، كنتمنى هذا اللوك اللي غندير لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. غنقترح عليكم بما اننا في هذا الشهر الفضيل غندير واحد الشده ديال الشعر اللي كتكون غابيدمون، اللي كتعطيك واحد الاطلاله اللي كتكون جميله وكتناسب هذاك الهندام او هذاك اللباس التقليدي اللي كنكونوا لابسينو دابا. بما كنكونوا في هذا الشهر كنعرفوا الناس كيبغيو مراسله التراويح او كيتجمعوا في وقت الفطور، فلهذا هذه التقنيه ما كتاخذش منك 5 دقائق. يعني كتشدي الشعر ديالك كتمشطيه مزيان، كتهزي هذيك الكوكه هنا يعني كوتشوفال مزيان، وكتحل كتشديها كديرها بحال شكل كعكه. دونك ان هذيك الشفينجه حنا اللي كنقولوا كتثني الشعر وكتشديه بحال هكا من هنا بواحد جوج مقيبطات، هذوك العاديين هذوك اللي كيكونوا اللي كنقولوا حنا ديال الجدريال بالعاميه، كتشديها بحال هكا كتبقى لك منفوخه هنا، وفي نفس الوقت بحال انا دايره واحد الشينيو يناسب هاد الاطلاله ديالك في شهر رمضان، وفي نفس الوقت ما كياخذش منك الوقت بزاف. فكنتمنى هاد الاطلالات تجيكم سهله وتطبقوها بالشكل الصحيح.